عارفة لو طلبتي حاجة انت حرة. ليه ما بتعتبريه زي امك يا ايمان؟ ايه ده؟ مش عايزة يا ابني حاجة. ماما مبسوطة يا حبيبتي؟ مبسوطة يا حبيبة قلبي والله. احنا دايما كده نخرج ونتفرج ماما احنا حبيبتي يا ايمان ربنا يخليكي ليا. ان شاء الله هنبسطكم وهنبسطوا اولادكم تتمتعوا ومش هنحرمكم من حاجه ان شاء الله. ربنا يرضيك يا ابني ويرضى عنك يا رب. لما انتوا الاثنين كويسين مع بعض كده عليكوا عندي اللي تسلم لي عينيا الاثنين. ربنا يخليك ليا وتسلم عينيك يا رب. خليك ليا انت وماما يا رب دايما. الله يخليك يا بنتي. تسلمي يا ماما حبيبتي. بقول لك ايه؟ نعم. اخش الحمام وجاي. تمام. طيب ماشي. بقول لك ايه؟ بس ما يغركيش الحبتين عملتهم قدام احمد دول. ها؟ دلوقتي لما يجي الراجل اللي هو المفروض الويتر يعني هيجي ايه ياخد الطلبات. عارفه لو طلبتي حاجه انت حره. ايه يا بنتي فين اتقلبت كده مره واحده ليه؟ في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ ايه اتقلبت دي؟ شايفاني مجنونه بقلب فجاه؟ ايه اطلب حاجه؟ دي انت شفتيني طلبت حاجه؟ مش كفايه اصلا انت خارجه وكاتمه على نفسي؟ انا مش جايه يا بنتي عشان اشرب حاجه. انت بتتعاملي معايا كده ليه؟ بس بقى عشان احمد لو جه وسمعك بتتكلمي كده واخد باله مش حاصل. انت ليه ما بتعتبرينيش زي امك يا ايمان؟ ما بلاش كلام كتير بقى، امي مش هتطبق عليا وعلى على نفسي كده في كل خروجه. هو انا يا بنتي ما قلتلكمش خدوني معاكم؟ انتوا اللي اضطريتوا وقلت لي تعالي. قلتي لا. ما انا قلت لا، جوزك اللي مرضاش. ما كنت اصريتي، انا استنيت تقولي لا يعني لا، بس انت ما صدقتي اصلا. يا بنتي انا في اخر ايامي وتعبانه. بقول لك ايه؟ انا في اخر الحمد لله. ايه كنا بنهزر. حماه بتضحكي يا ماما؟ مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه حبيبتي يا ماما. انام بتموت فيها طبعا. دي حبيبتي ماما، دي مامتك على راسي من فوق. حمو المكان جميل يا احمد. المكان جميل طبعا. جميل جيت من مش عارفه كشري كده ليه؟ اضحكي يا حبيبتي. لا يا ابني مفيش حاجه والله، بس كده إيه؟ مفيش حاجه. عايزاكي تنبسطي كده، احنا خارجين كده وخرفش كده. مالك في ايه؟ قولي تكوني تعبانه. طيب لا مش تعبانه ولا حاجه. انت جبت لك العلاج معايا في الشنطه. انا عايزه امشي. يعني ما تمشي فين؟ هنشرب المانجا حتى وهنتفل. احنا مش نازلين علشانها عشان امشيها. بقول لك امشي نفس شويه. اصل انا تعبت يا ابني فجاه، الضغط عالي عليا. هنطلع حتى. بس انا ما طلبتش حاجه ومش عايزه حاجه. لا يا اما نزل عندي هنا بس. ايه ده؟ مش عايزه يا ابني حاجه. ايه ده يا احمد؟ انا عايزه افهم حاجه. استنى بس، انا عايزه افهم حاجه. وانا انت تسمعي خالص وما تتكلميش. يعني ايه مش فاهم؟ المفروض وبعدين هي اصلا المفروض ان هي عندها سكر. هتشرب ازاي ده؟ انا سمعت كل حاجه وانا جوه. خطير. سمعت ايه؟ سمعت انت بتقولي لها ما تطلبيش حاجة، ما تجيبيش حاجة الا المية بس. ليه يعني؟ وانا قلت لك كده؟ هتكدبيني كمان؟ خلي بالك انا في مكان عام مش هينفع اتكلم معاك. انت عارفة ان انا هشرط معاك ازاي؟ بس في البيت، في البيت نتكلموا فين؟ حرام عليك، اتقي الله، اعتبريها امي. هي لو امي في مكانها هتعملي ايه؟ لو طلبت نجمه مش سامع هتجيبها لها، وانا نجيب لها اللي هي عاوزاه. تعملي في امي كده ليه؟ حرام عليك. اللي هي عاوزاه هنجيبه لها، انا عينيا ليها، هي اللي ربتني، هي اللي كبرتني، هي اللي خلتني راجل. منك لله يا فاكر. خد يمك اشربي. بس اقول لك حاجه، عشان انا ما ينفعش برضه وانا هبقى احسن منك. اتفضلي يا هانا. اشربها يا احمد. شكرا. اتفضلي يا هانا عشان ما نتكلموش ياما. شكرا. قاعدين نعدوها. عمو كمان واحد مانجا معلش يا حمو. عدوها بقى عدوها.
معلش يا ام حقك عليا. مفيش حاجه يا ابني والله، ده زي بنتي. معلش مني يا ماما، انا في حاجه زي كده ما تقعديش تتكلمي. مفيش حاجه، انا مش زعلانه، هي زي بنتي برضه. خلاص يا ايمان، انا اسفه يا ماما، معلش مني. لا يا حبيبتي مفيش حاجه، حصل خير يا حبيبتي. هطلع اكلم واحد بره وجاي. ماشي. زعلانه مني؟ لا يا ايمان انا مش زعلانه، انت زي بنتي، خلاص حصل خير. انا عرفت ان انا غلطانه. لا لا مفيش حاجه.